الرئيس السيسي يوجه بتعزيز سير العمل في المحاور المرورية الجديدة على نهر النيل. مدبولي يؤكد أن مشروع القطار السريع يمثل نقلة نوعية لمنظومة النقل بمصر. وتواصل أعمال اجتماع دول جوار ليبيا، ومصر تؤكد موقفها ثابت تجاه القضية الليبية. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الأكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لمشروع استصلاح وزراعة 270 ألف فدان بوسط وشمال سيناء. كما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ورئيس الشركة الوطنية للطرق ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية بمدينة الأمل، الذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، وذلك في إطار التطوير الشامل للمنطقة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب أحمد إسماعيل مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات شرق القناة، واللواء أحمد فودة مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لمشروعات الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق. وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، وكذلك مشروع استصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على مستجدات استصلاح وزراعة 270 ألف فدان بوسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق بأفضل الزراعات وفقا للدراسات المناخية والزراعية بالمنطقة، والخطوات التنفيذية لتوفير ونقل المياه إلى الأراضي المستهدف زراعتها، فضلا عن سير العمل بالمحاور والطرق الواقعة في نطاق المشروع، موجها سيادته بمواصلة التنسيق والتكامل ما بين مختلف جهات الدولة بما في ذلك القطاعات الأكاديمية والعلمية لتعزيز الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي الذي يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، وأخذا في الاعتبار مردوده الهام على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء بالكامل وتوفير فرص العمل بها. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض كذلك سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور منفلوط إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تأتي ضمن منظومة المحاور العرضية المتكاملة التي تربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل. كما تم خلال الاجتماع أيضا عرض سير العمل بمجموعة شبكة الطرق والمحاور شرق القاهرة، فضلا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور شينزو آبي، حيث وجه السيد الرئيس بإقامة مجمع حديث متكامل للورش الحرفية في مدينة الأمل، والذي سيضم وحدات حرفية متخصصة للسكان مزودة بكافة الخدمات اللازمة، وذلك في إطار التطوير الشامل للمنطقة.
كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية في عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي. أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جولة تفقدية لمجمع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر. ويعد مجمع فاكسيرا صرحا كبيرا وقلعة صناعية لتصنيع الأدوية واللقاحات، ومن المقرر أن تصل قدرة المجمع التصنيعية إلى إنتاج 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد من مختلف اللقاحات، كما أنه مزود بـ8 معامل مركزية وأحدث الأجهزة الخاصة بقياس جودة لقاحات كورونا. وخلال مؤتمر صحفي على هامش جولته التفقدية، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر بهذا الصرح الطبي تستعيد من جديد قدراتها على التصنيع المحلي للقاحات. وأوضح مدبولي أن الحكومة تجري مفاوضات مع عدد من الشركات لتعزيز قدرات مصر على إنتاج اللقاحات، معتبرا أن إنتاجها في هذه المرحلة يعتبر أحد متطلبات الأمن القومي. النهاردة بنعيد تاني مرة أخرى قدرتنا على التصنيع المحلي لهذه المنتجات الحيوية اللي أنا بعتبرها جزء من الأمن القومي المصري. وبالتالي يمكن النهاردة الحقيقة كنت بتفقد مع معالي الوزيرة تقدم الأعمال في مختلف المنشآت اللي موجودة في هذا المشروع، وإيه الخطوات اللي قمنا بيها للشراكة مع الشركات العالمية اللي هنتشارك معها في إنتاج هذه النوعية من اللقاحات. الحقيقة أيضا كان هناك فرصة لزيارة المبنى اللي على يميننا هنا حضراتكم، اللي هو هيبقى مخصص إن شاء الله لإنتاج اللقاح الخاص بفيروس كورونا. وهنا يمكن طبعا ده بيعتبر إضافة مختلفة عن ما يتم إنتاجه حاليا في مصنع فاكسيرا في الدقي، لأن هذا المصنع الحقيقة بنستهدف به نقلة نوعية في كمية الإنتاج اللي بتحصل. إحنا بنتكلم على قدرة لهذا المصنع ان هو يصل الى 3 مليون جرعه في اليوم، يعني بمعدل او نصل يعني ممكن نصل الى 1 مليار جرعه في السنه. كما اكد رئيس مجلس الوزراء ان هناك خطه مكثفه لتطعيم العاملين بالجهاز الاداري للدوله بلقاح فيروس كورونا. واشار الى ان الحكومه تستهدف ايضا تطعيم الطلبه والعاملين بالمنظومه التعليميه بلقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد. عايز أكد للمواطنين ضرورة إن إحنا نتوخى كل الإجراءات الاحترازية، وفي نفس الوقت إحنا كدولة النهاردة واضعين خطة يعني الحقيقة صارمة جدا لموضوع توفير اللقاح لأكبر عدد ممكن من أهالينا قبل نهاية هذا العام، وأعلناها. ويمكن الأولوية الأولى، ودي توجيهات فخامة الرئيس، إن يعني قبل بدء العام الدراسي نكون طعامنا يعني كل يعني أعضاء هيئة التدريس وأيضا الطلبة والعاملين في الجامعات المصرية، وأيضا من ينطبق عليهم أيضا شروط تلقي اللقاح في المدارس. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الانتهاء من كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بعقد إنشاء القطار السريع من شركة سيمنز الألمانية. وخلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية رولاند بوش، أكد رئيس الوزراء أن مشروع القطار السريع الضخم يعد إضافة قوية ونقلة نوعية لمنظومة النقل في مصر. هذا وقد أعرب الرئيس التنفيذي للشركة عن تطلعه لتوقيع العقد الخاص بالمشروع خلال اليومين القادمين ليمثل إضافة محورية لمشروعات الشركة في مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات من الرئيس السيسي بإنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية تخدم منطقة غرب القاهرة على غرار المحطة التي يتم تنفيذها حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة. تصريحات مدبولي جاءت خلال استعراضه مقترحا بشأن إنشاء وتشغيل محطة حافلات مركزية بمنطقة غرب القاهرة. وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء نادر سعد
سعد إن الاجتماع شهد الإشارة إلى إمكانية استغلال أحدى المحطات الإقليمية التي انتهت من إنشائها هيئة المجتمعات العمرانية بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي بمدينة 6 أكتوبر لتخفيف الكثافة المرورية على المحاور المركزية بالمدينة، واستخدام الطريق الدائري في الحركة إلى الأقاليم، وتبلغ مساحة المحطة 62,000 متر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة أبو رواش بالجيزة تعد أحد أكبر مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي ليس في مصر فقط ولكن على مستوى المنطقة. وفي مؤتمر صحفي خلال تفقده المحطة، قال رئيس مجلس الوزراء إن المشروع يعمل بطاقة إنتاجية 1,600,000 متر مكعب يوميا ويخدم 9 ملايين نسمة. على قدم وساق تواصل الحكومة جهودها في متابعة سير أعمال المشروعات الجديدة للوقوف على ما تم بها من إنجاز. رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أجرى جولة تفقدية لأعمال توسعات ورفع كفاءة محطة معالجة مياه صرف صحي أبو رواش بالجيزة، وذلك عقب تفقده لمجمع مصانع فاكسيرا ب6 أكتوبر. وخلال الجولة اطلع مدبولي على ما تم من أعمال تتعلق بالتركيبات الميكانيكية في غرفة المضخات لأحواض المعالجة البيولوجية، وأعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية داخل مبنى ضواغط الهواء، بجانب موقف مناطق أحواض التهوية والترسيب النهائي والكلور ومنطقة خزانات المعالجة الابتدائية. الحقيقة هذا المشروع من أكبر مشروعات معالجة الصرف الصحي على مستوى مش مصر بس، على مستوى المنطقة كلها. هذه المحطة هتكون تاني أكبر محطة في جمهورية مصر العربية بطاقة 1,600,000 متر مكعب في اليوم. يعني دي تعتبر هي تاني أكبر محطة بعد محطة الجبل الأصفر. وبس عشان نعرف حجمها قد إيه، إحنا بنتكلم 1,600,000 متر مكعب بتخدم 9 مليون نسمة. يعني معلش إحنا عارفين في دول عدد سكانها أصلاً 9 مليون نسمة أو أقل، يعني دي محطة ممكن تخدم دولة كاملة. التكلفة بتاعت هذه المحطة 6.2 مليار جنيه. وتعرف رئيس الوزراء خلال الزيارة على نتائج تجارب تشغيل الجزء الأول من المرحلة الأولى من المشروع، حيث تم بدء أعمال التجارب في 22 من شهر يونيو الماضي، وبلغت نسبة اختبارات المعدات لهذا الجزء نحو 90%. محطة أبو رواش تعد ثاني أكبر محطات الصرف الصحية على مستوى الجمهورية بعد محطة معالجة الجبل الأصفر، حيث تصل طاقتها بعد إتمام مشروع التوسعات الجاري تنفيذه إلى 1,600,000 متر مكعب يومياً، وبعد إتمام التوسعات المستقبلية ستصل إلى 2,000,000 متر مكعب يومياً، وسيخدم المشروع 9 ملايين نسمة. المحطة دي من شأنها إن شاء الله إن افتتاح المرحلة الأولى نهاية العام واكتمال الإنشاء إن شاء الله في مارس القادم، مارس 22، بانتهاء المرحلة الثانية هيبقى عندنا حجم من المية طبعا تم إعادة استخدامه في إطار خطة وزارة الإسكان للتحول من سياسة التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، ودي كانت سياسة سابقة، إلى سياسة إعادة الاستخدام. مشروع حيوي هام تنفذه الدولة بمحافظة الجيزة لاستيعاب الزيادة السكانية وزيادة كميات مياه الصرف الصحي ولخدمة ملايين المواطنين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تيسير إجراءات حصول المستثمر الجاد على الأراضي الصناعية، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في هذه المرحلة، وخاصة للمستثمرين الذين لديهم توسعات في مشروعاتهم ومصانعهم القائمة. وشدد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة موقف الأراضي الصناعية على ضرورة الإسراع بإنهاء إجراءات البناء والتراخيص وجميع الموافقات الحكومية اللازمة في هذا الشأن، وضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة والتي لها الولاية بشأن الأراضي الصناعية. كما طلب رئيس الوزراء مراجعة موقف الأراضي الصناعية التي سبق طرحها ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدف إقامتها عليها، والوقوف على مدى جدية تنفيذ برامج للتنمية على هذه الأراضي.
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه. وأسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 412 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 17 مديرية أمن، والسابق اتهمهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، سلاح، مخدرات، سرقة، وضبط معهم 235 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة المتنوعة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 55 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 883 قطعة سلاح ناري أبرزها 137 بندقية و85 بندقية آلية و42 مسدساً و618 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة الأعيرة وعدد 95 خزينة، إضافة ل 1582 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 3 ورش لتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 455,250 حكما قضائيا بإجمالي 38,385 متهما، من بينها 1,811 حكم جناية، 170,597 حكم حبس، 216,830 حكم غرامة، 64,212 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 16 تشكيلاً عصابياً ضموا 46 متهماً، قاموا بارتكاب 77 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 63 حادث متنوع ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 92 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1,470 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 1,598 متهماً وبحوزتهم أكثر من 277 كيلوغرام من مخدر الحشيش وقرابة 266 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 43.5 كيلوغرام، إضافة إلى ما يزيد على 16 كيلوغرام من مخدر الاستروكس وعدد 44,276 قرص مخدر متنوع، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 33 مليون جنيه تقريباً. أكد
أكد وزير الخارجية سامح شكري موقف مصر الراسخ تجاه أمني واستقرار ليبيا وأولوية تغليب الحلول السياسية الليبية في إطار الحفاظ على وحدة ليبيا ومؤسساتها الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير شكري في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر، حيث أكد شكري الدور الهام المنوط بدول الجوار في إطار الحرص على استتباب الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما أشاد وزير الخارجية بما حققته لجنة 5+5 العسكرية، مشددا على ضرورة الإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، أعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق التي تنهي الفترة الانتقالية الممتدة وتضع حدا لحالة الانقسام الليبي. التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي. جاء هذا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول ليبيا جوار، وذلك في إطار التعاون الراسخ المستمر بين الجانبين ولبحث الملفات ذات الأولوية في ظل التنسيق الوثيق ووحدة رؤى البلدين. على هامش مشاركته في اجتماعات دول الجوار، بحث وزير الخارجية سامح شكري مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش سبل تحريك مختلف مسارات الملف الليبي. كما تناول اللقاء جهود التعاون من أجل الدفع قدما لتحقيق تسوية سياسية شاملة تصون مقدرات الشعب الليبي وتلبي تطلعاته بالاستقرار والنماء. وفي لقاء آخر لوزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة، بحث شكري ملفات العلاقات الثنائية والتنسيق حيال القضايا الإقليمية المتلاحقة. من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن تطلعها لبناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار قائمة على التكامل والتعاون. كما أكدت نجلاء المنقوش تطلع بلادها إلى نظام ديمقراطي من خلال انتخابات حرة نزيهة، وهو ما يحتاج إلى أمن واستقرار لخلق مناخ ملائم للمصالحة الوطنية، مشيرة إلى أن التدخلات الهدامة هي أخطر ما يمكن أن تواجهه الدول لأنها تعمق الخلافات والصراعات. إننا نتطلع إلى بناء شراكة استراتيجية مع دول الجوار، شراكة قائمة على أساس من التكامل والتبادل الإيجابي لتحقيق السلام والأمن مع دول النطاق والطوق. لا غرو أن التجاذبات التي شهدتها ليبيا على مدى عقد كامل قد سببت خلافات نتج عنها نزاعات مسلحة عانى منها أشقاؤكم الليبيين وفقدوا فيها الكثير من ثرواتهم لا سيما البشرية منها التي هي في الحقيقة ثروة الإنسانية كلها. غير أن أكثر ما تعانيه الدول التي يصيبها داء الفرقة هو التدخلات الهدامة من طرف دول أخرى، وهذه التدخلات تناقض الأعراف الدولية كما تعلمون والمواثيق. ناهيكم أنها تعمق الخلافات وتذكي الصراعات وتغذيها. أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة ضرورة العمل على سحب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية. كما شدد العمامرة على أهمية تنسيق الجهود الرامية لحفظ الأمن والاستقرار بالأراضي الليبية. دولنا من فكت تعمل جماعيا وفرداء للمساهمة في حلحلة الأزمة الليبية، إيمانا منها بأهمية الدور الحيوي والمحوري الذي ينبغي للدول الجوار الاضطلاع به من أجل دعم السلطات الانتقالية الليبية في تنفيذ كافة الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق وإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر من هذه السنة. هذا وقد أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش أن حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا بمسار ليبي ودعم من المجتمع الدولي. كما شدد المبعوث الأممي أن استمرار وجود المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا يشكل مصدر قلق لليبيا والمجتمع الدولي.
لقد قدمت من ليبيا أصحاب المعالي حيث كانت لعدد من المشاورات مع القادة والمسؤولين في البلاد بما في ذلك معالي السيد الوزير المنقوش من أجل مناقشة كيفية التقدم في مسار الانتخابات مسار حر نزيه شفاف وذي مصداقية في 24 من كانون الأول ديسمبر وكذلك التقدم في عدد بناء الملفات الأمنية حقوق الإنسان القانون الدولي الإنساني وكل هذه المسارات التي أقرها مسار برلين. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن جميع المواطنين سواسية وحقوقهم محفوظة بالقانون. وقال سعيد خلال استقباله أحد المواطنين التونسيين إنه سيقطع دابر الفساد وإنه لا مجال للظلم والتنكيل بالتونسيين والعبث بقوتهم. سنقطع دابر الفساد أينما كان ولن نسلم في أي مليم من حق الشعب التونسي. ستجد إن شاء الله حقك كاملا لأن هذا واجبي ولا سأعمل أيضا على ألا يتم المساس بأي شخص كان وهو بريء أو أن يتم التنكر لحقوقه تحت طائلة بعض الفصول التي وضعوها على مقاسهم. ستأخذ إن شاء الله حقك غير منقوص. أعرف ثباتك وأعرف قدرتك على مواجهة كل هذه الأوضاع الصعبة. تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً بتمديد قوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان اليونيفيل لعام آخر. وطلب مجلس الأمن من اليونيفيل اتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لدعم الجيش اللبناني بمواد غير الأسلحة مثل الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي لمدة 6 أشهر. كما حث مجلس الأمن على مزيد من الدعم الدولي وزيادته للقوات المسلحة اللبنانية مع التأكيد على ضرورة انتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكل فعال ودائم في جنوب لبنان. أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي بقاءه في لبنان ومواصلة مساعيه لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة. ونفى ميقاتي ما تم تداوله من أنباء حول عزمه السفر إلى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، وأنه سيتخذ بعد عودته قراره النهائي بخصوص الاستمرار أو الاعتذار عن تشكيل الحكومة، موضحا أن هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا. لقي 4 أشخاص مصرعهم في انفجار داخل معمل في محلة برج البرجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، كما أدى الانفجار إلى تضرر سيارات كانت متوقفة خارج المعمل. هذا وتواصل السلطات اللبنانية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث. وننتقل الآن إلى نيويورك لنقل جانب من جلسة مجلس الأمن بشأن أفغانستان. هذا لن يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة لشعب أفغانستان، وهذا الأمر لم يشار إليه في القرار. كذلك هذا القرار تفادى الحديث عن الأضرار التي كبدتها تجميدات أموال الشعب الأفغاني من قبل مؤسسة دولية، وكذلك هناك عدم حديث عن
مقررات الجمعية العامة. السيد الرئيس، ندرك الأسباب التي جعلت مجلس الأمن يتبنى هذا القرار بهذا الشكل، بهذا المحتوى، في هذا النطاق الضيق، لكن إذا كان لنا وقت أطول كانت النتائج لتكون مختلفة. في الوقت نفسه نحن لا يجب أن نحرف الانتباه عن الفشل الذي حدث بعد 20 عاما من الوجود الغربي. ما حدث هو شيء غير مسؤول من قبل الغرب وشيء محرج، والأمور مرت بطريقة سيئة، وبطبيعة الحال نحن كنا دائما نقول إن روسيا من جانبها دعت إلى السلام والأمان في أفغانستان، وأن لا يكون هناك أي مخاطر سواء في الاتجار بالبشر أو المخدرات أو الإرهاب. شكرا، شكرا جزيلا لممثل روسيا على كلمته. والآن نعطي الكلمة لممثل إستونيا. شكرا السيد الرئيس. في ضوء التطورات التي تحدث في أفغانستان والوضع المقلق أمنيا في كابول، فإن إستونيا دعمت هذا القرار اليوم. الوضع الإنساني في أفغانستان يتدهور. المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة تلتزم بالبقاء هناك وتقديم المساعدة الإنسانية، لكن تريد ضمانات بأن كل العاملين يمكنهم أن يوصل المساعدات دون تهديد لأمنهم وسلامتهم، وهذا بطبيعة الحال يحتم جعل المطار في كابول آمنا حتى يتحرك العاملون بشكل آمن وسليم. الوضع في أفغانستان غير واضح. في الأسبوعين الماضيين تبين أن هناك أهمية للتنسيق أكثر. نحن طالبنا بأن يكون هناك جهود متضافرة لتقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان. طالبنا أن يكون هناك مفاوضات وتسوية متفاوض عليها وتسوية سلمية بمشاركة للنساء وكل الأطياف. نحن قلنا إن هناك أهمية. من نيويورك نقلنا لكم مشاهدينا الكرام جانبا من وقائع جلسة مجلس الأمن بشأن أفغانستان. أعلن المتحدث الرسمي باسم البنتاغون جون كيربي أن أكثر من 122,000 بينهم 5,400 أمريكي تم إجلائهم من أفغانستان، مشددا على مواصلة واشنطن دعم العمليات الإغاثية والاستجابة وتقديم المعونة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بشأن أفغانستان، حيث شدد كيربي على عدم رغبة بلاده في أن يكون لها دور عسكري إضافي بأفغانستان بعد 31 من أغسطس، مشيرا إلى أن واشنطن لها الحق في التصدي لكل الهجمات بأفغانستان. لا يزال الخطر نشيطا بطرق عديدة في كابول، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك. لن أدخل في تفاصيل الأنظمة وكفاءة الأنظمة، لكن نحن نواصل الحفاظ على قدراتنا من أجل حماية أنفسنا والدفاع عن أنفسنا، ونحن نكمل مهمة الإجلاء والانسحاب. وبالنسبة للأمريكيين وباقي الأفراد الذين لم يتمكنوا من مغادرة أفغانستان أو لن يتمكنوا من مغادرة أفغانستان عند نهاية الإجلاء، فإن وزارتنا ستواصل العمل على مستويات عدة من أجل تسهيل نقلهم. وكما قلت مسبقا، في الوقت الحالي نحن لا نريد أن يكون لنا أي دور عسكري في أفغانستان إضافي بعد 31 من أغسطس.
قالت منظمة الصحة العالمية إن طائرة تحمل أدوية وإمدادات طبية من المنظمة هبطت في أفغانستان. وأكد المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق المتوسط أحمد المنظري في بيان له أن الإمدادات التي تزن 12 طنا ونصف الطن تكفي لتغطية الاحتياجات الطبية الأساسية لأكثر من 200 ألف شخص، مشيرا إلى أن تلك الإمدادات ستوزع على 40 منشأة طبية في 29 إقليما في أرجاء أفغانستان. أعربت منظمة الصحة العالمية عن خشيتها من ارتفاع الوفيات جراء كورونا بأوروبا بحلول الشتاء المقبل. كما أعربت المنظمة عن قلقها حيال ركود معدلات التطعيم والعدد المنخفض للملقحين في الدول الفقيرة. هذا وقد سجلت أوروبا نحو 1,300,000 وفاة بكورونا حتى الآن، ومن بين 53 دولة مصنفة ضمن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا سجلت 33 دولة معدل إصابات أعلى من 10% خلال الأسبوعين الماضيين. أصبح فرض الشهادة الصحية بفرنسا اليوم إلزاميا في العمل لنحو 1,800,000 موظف يتعاملون مع الجمهور بالمطاعم ودور السينما والمتاحف والقطارات السريعة. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر فيه وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن تطبيق الشهادة الصحية في الأماكن التي تستقبل الجمهور في مطلع أغسطس الحالي لم يكن له تأثير على النشاط الاقتصادي للبلاد. أعلن محافظ المنيا أسامة القاضي أنه يجرى تنفيذ 447 مشروعا بمركز أبو قرقاس في 18 قطاعا خدميا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. جاء ذلك خلال متابعة محافظ المنيا نسبة تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز أبو قرقاس. والتقى المحافظ خلال جولته بعدد من أهالي القرى حيث استمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم حول مشروعات المبادرة الرئاسية، حيث أكد القاضي أن المبادرة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالريف. يتواصل بمحافظة الإسماعيلية تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من القرى. هذا ويستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمحافظة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية جلبانة وقرية أم خشيب، وبدء أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بقرية بوابة القنطرة، وقرب انتهاء مجمع الخدمة الحكومية بقرية السلام. تتواصل أعمال إنشاء مراكز الإسعاف والوحدات الصحية والمجمعات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تتواصل أعمال الإنشاء للوحدة الصحية بقرية أبو منقار، بالإضافة للانتهاء من أعمال حفر الوحدة الصحية والمجمع الزراعي بقرية أبو هريرة. شهد محافظ بني سويف محمد هاني غنيم فعاليات المبادرة التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة في بني سويف تحت عنوان الأسرة أمن قومي. تهدف المبادرة الأسرة أمن قومي إلى تدعيم أركان الأسرة المصرية وتوفير مقومات تماسكها على أساس قوي ومتين، حيث يتم البدء بقرى حياة كريمة البالغ عددها 66 قرية، وذلك وفق برنامج زمني تتعاون فيه كل الجهات المعنية والمجتمع المدني وعلماء الأزهر والأوقاف.
بيتم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة داخل قرى حياة كريمة ومبادرة الأسرة أمن قومي للتوعية بمخاطر الموجودة داخل المجتمعات والظواهر السلبية والعادات والتقاليد والموروثات الخاطئة المتعلقة بتفكك الأسري، العنف الأسري، قضايا الطلاق، قضايا ختان الإناث، تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. نفت الحكومة تأجيل تطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق ACI للشحنات الذي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن ب 48 ساعة على الأقل، حيث سيتم بدء تطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات اعتبارا من 1 أكتوبر 2021 دون أي تأجيل، مع عدم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الشافي بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام اعتبارا من 30 أغسطس الجاري. يذكر أن اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي كان قد تولى رئاسة الهيئة اعتبارا من 20 أغسطس عام 2020 وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية ودورة أركان حرب بكلية القادة والأركان ودورة الأزمات والتفاوض، فضلا عن دورة ضبط التسليح بأكاديمية ناصر العسكرية. تتواصل جهود الدولة لإنجاز تطوير المحيط الحيوي لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر. وتتابع وزارة التنمية المحلية جهود تطوير وأحياء طريق الكباش، حيث تفقد الوزير محمود شعراوي جهود تطوير طريق المطار والجداريات المواجهة للبوابات بطول الكورنيش. في ضوء اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي لإحياء طريق الكباش، تتواصل جهود الدولة لإنجاز تطوير المحيط الحيوي لطريق المطار والمناطق المحيطة بالمعابد وطريق الكباش تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبرى سيتم إقامتها بالأقصر. في هذا الإطار تتابع وزارة التنمية المحلية جهود تطوير وإحياء طريق الكباش، وكذلك تنفيذ أعمال التطوير للنافورة القائمة وإنشاء الميادين في مسار الطريق. استكمال سلسلة الزيارات اللي اتعملت لمحافظة الأقصر، يمكن احنا زرناها كتير في متابعة إجراءات تنفيذ الخطط الاستثمارية والمحليات والكلام ده، لكن المرة دي احنا بنيجي نتيجة حدث إن شاء الله هيتم قريب في الأقصر، ونحن إن شاء الله بنأمل بإذن الله تعالى أن يكون أحسن من كمان من اتعمل في طريق المومياد ونزلة افتتاح طريق الكباش. إحياء طريق الكباش يأتي ضمن مساعي الدولة لاستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها بصورة كاملة. تنفيذ خطة إحياء طريق الكباش يأتي ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر باعتبارها مدينة سياحية، إلى جانب استكمال أعمال الرصف حتى نهاية طريق الكباش على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري المميز لهذا الموقع الأثري. استقبلت وزيرة الثقافة إناس عبد الدايم رئيس دائرة الثقافة في الشرق عبد الله بن محمد العويس لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات الفكرية والفنية بين مصر والإمارات. وخلال الاجتماع أشارت وزيرة الثقافة إلى ضرورة استثمار القوى الناعمة لإثراء الفكر الإنساني ونشر السلام بين الشعوب، مضيفة أن وزارة الثقافة تبذل جهودا متنوعة لإقامة فعاليات تبادلية وإبداعية لتأصيل العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم. من جانبه أكد رئيس دائرة الثقافة في الشرق ضرورة تكثيف التعاون المشترك في مختلف مجالات الإبداع بين البلدين خلال الفترة المقبلة. تختتم الليلة فعاليات الدورة 29 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء والذي استمر على مدار 16 يوما متصلة. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسين، يعني ضعنا في أجواء المهرجان وقد وصلنا لختام فعالياته.
نعم رغدة ودينا، تحية لكم. بالفعل يصدى الستار اليوم على الدورة 29 لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء. هذا المهرجان الذي بدأت فعاليته في منتصف أغسطس، تحديدا في 15 من أغسطس، وعلى مدار 16 يوما، وشمل 31 حفلا غنائيا، ضم نخبة كبيرة من كبار الغناء من مصر ومن العالم العربي، وكذلك كان هناك مجموعة من الفرق الغنائية ومن شباب المطربين. اليوم الحفل الختامي وقد بدأ في 8 مساء. نحن الآن في فترة الاستراحة ما بين الحفل الأول والحفل الثاني، وقد بدأ توافد الجمهور منذ الساعة 5. الطاقة الاستيعابية للمكان 4000 زائر أو 4000 شخص. الإحصائيات الأخيرة للمهرجان تشير رغدة ودينا إلى أن منذ 15 من أغسطس وحتى اليوم حفل الختام زار المهرجان 55000 زائر لحفلات المهرجان بشكل عام، وكذلك كانت هناك نسبة 65% من الشباب، وهذا يدل أيضا على قوة مصر الناعمة سواء بفنها وأيضا بشبابها. نحن الآن في انتظار الحفل الثاني الذي سوف يبدأ بعد قليل. التقيت أيضا منذ قليل بالدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني بالأوبرا والمسؤول عن تنظيم هذا الحفل الذي تنظيم هذا المهرجان بشكل عام وحفلات المهرجان الذي تشرف عليه بشكل مباشر وزارة الثقافة وممثلة في دار الأوبرا بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار. الدكتور خالد داغر أعرب لي منذ قليل عن امتناني وسعادتي الكبيرة بنجاح حفلات مهرجان القلعة التي تقام هنا في محكة أو على مسرح محكة القلعة الذي شهد أعمال تطوير قبل فعاليات المهرجان، وتم أيضا رفع ساحة المسرح حتى يكون متضحا أمام جميع المواطنين. إقبال كبير من المواطنين مع مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة منذ الدخول من البوابات، لا يسمح بالدخول غير بالكمامات وجميع الإجراءات الاحترازية. وإليكم زملائي في الاستوديو. أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري كنت معنا على الهواء مباشرة، شكرا جزيلا. والآن وقفة مع آخر أخبار المال والأعمال. نعم الأخبار الاقتصادية مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا رغدة أبو ليلى، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن مشاركة كبرى المؤسسات المالية الدولية في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي يعكس أهمية هذا المنتدى. جاء ذلك في بيان لها حول فعاليات انطلاق منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى المقررة يومي 8 و9 من سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضحت المشاط أن هذا المنتدى يؤكد الدور الريادي لمصر والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون متعدد الأطراف ودعم الجهود الهادفة للشركات الدولية الفعالة. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا تكامل خطط الاستكشاف التي تنفذها الوزارة من حيث العمل في مناطق جديدة وكذلك إعادة تقييم المناطق القائمة باستمرار. وأضاف الملا خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لشركة بدر الدين للبترول ورشيد للبترول والبرولوس للغاز أن الاحتمالات البترولية بمنطقة الصحراء الغربية لازالت شواهدها تعطي دلائل مبشرة في وجود احتمالات بترولية وغازية جيدة لم تكتشف بعد، وأنه مع التطور المستمر للتقنيات وأعمال البحث والاستكشاف ليتم التوصل لطبقات إنتاج أعمق لم يتم اكتشافها من قبل من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة. استقبل وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر الرئيس التنفيذي الجديد لشركة سيمنز بالشرق الأوسط هيلمت فون ستروف، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون الحالي والمستقبلي بين قطاع الكهرباء والشركة. وأكد وزير الكهرباء عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة في التعاون مع شركة سيمنز في مختلف المجالات. من جانبها أشاد ستروف بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء في مصر في تحقيقها.
استقبلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الوفد الروسي من ممثلي وزارة الصناعة والتجارة الروسية والمؤسسة التنموية الوطنية، وكذلك ممثلي الشركات الروسية الراغبة في الاستثمار بالمنطقة. وخلال اللقاء عرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهم المطورين الصناعيين الذين يعملون داخل السخنة، فضلا عن المشروعات القائمة بالفعل والتوسعات التي تشهدها بعض الكيانات الصناعية. وأعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي أن الخطوات التنفيذية لبدء عمل المنطقة الروسية داخل المنطقة الاقتصادية ستكون بداية العام المقبل على أقصى تقدير. تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار الموقف التنفيذي لمشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات بالمشروع، حيث يشمل المشروع تنفيذ 79 عمارة بارتفاعات مختلفة تضم حوالي 1924 وحدة سكنية، بجانب تنفيذ مول تجاري إداري ترفيهي على مساحة 51 ألف متر مربع، ويضم مطاعم وسينمات وغيرها من الأنشطة، وجراج يسع حوالي 1355 سيارة، بالإضافة إلى مسرح رئيسي مكشوف أمام المول. قال سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد أن مصر أصبحت الشريك التجاري الأول لكندا في أفريقيا والشريك التجاري الثاني في الدول العربية. جاء ذلك خلال كلمة للسفير المصري بكندا أمام الاجتماع الشهري لمجلس الأعمال الكندي العربي. وقد استعرض السفير المصري الفرص الاستثمارية القائمة والتعاون الاقتصادي بين مصر وكندا، متناولا الإنجازات في مجالات البنية التحتية والطاقة وجذب الاستثمار الأجنبي والسياحي. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت مؤشرات السوق التعاملات على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وارتفع رأس المال السوقي حوالي 668 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 736 مليارا و155 مليون جنيه. ونتحول إلى المؤشرات، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 45% ليغلق عند مستوى 11163 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 2974 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 53% ليغلق عند مستوى 3984 نقطة. تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو أكثر مما هو متوقع في أغسطس، وذلك بعد مستوياتها القياسية المرتفعة في يوليو متضررة من هبوط حاد للتفاؤل في فرنسا وهولندا. وتراجع مؤشر المعنويات الاقتصادية المفوضية الأوروبية الصادر اليوم إلى 117.5 في أغسطس من مستواها القياسي المرتفع عند 119 في يوليو. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. أصدر مسؤولو الإطفاء أوامر بإجلاء وإجراء المزيد من عمليات الإجلاء حول حوض بحيرة تاهو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في الوقت الذي وصلت فيه حرائق الغابات التي استمرت لأسبوعين إلى البلدات الجبلية الواقعة حول البحيرة. وكانت قد صدرت ليلا تحذيرات إلى سكان كاليفورنيا المطلين على حوض بحيرة تاهو بمغادرتها، بعدما أكد مسؤول الإطفاء لأيام أن حماية المنطقة أولوية بالنسبة لهم. هذا واجتاح الدخان الجبال جنوب غربي حوض نهر تاهو، وتسبب الدخان الكثيف في فرار السياح. والآن مع أخبار الملاعب والساحات الرياضية. نعم، عودة مرة أخرى إلى فاطمة خليل. شكرا دينا، شكرا رغدة، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية.
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بخصوص حقوق بث مباريات منتخب مصر بتصفية كأس العالم 2022 داخل وخارج مصر أمام أنغولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال. وينص الاتفاق بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والاتحاد الدولي على حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات On Time Sports لهذه التصفيات التي ستنطلق أول سبتمبر المقبل. وكانت الشركة المتحدة قد قدمت عرضا ماليا للفيفا المالكة للحقوق منذ 18 شهرا للحصول على حقوق من أجل إسعاد الشعب المصري لمتابعة مباريات المنتخب، وهو الأمر الذي غاب عن الشاشات المصرية قرابة العقدين. وتتمنى الشركة المتحدة لكل مشاهدي On Time Sports متابعة كل برامجها التي ستكون ذاخرة بالانفرادات والمتابعة الدقيقة للتصفيات الإفريقية، دعما ومساندة مع الشعب المصري خلف المنتخب القومي حتى تأهله لكأس العالم 2022. قرر تأجيل مراسم قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد لموعد يحدد لاحقا. وكان من المقرر إجراء قرعة الدوري موسم 2021-2022 غدا الثلاثاء بحضور مندوبي الأندية 18 المشاركين في مسابقة الدوري قبل أن يتم إلغاؤها. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لدينا ورغدة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. وجد باحثون بجامعة فلاندرز بأستراليا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما يكونون أكثر سعادة إذا اتبعوا القيام بأنشطة ذات مغزى شخصي لأطول فترة ممكنة. وقال الباحثون إنه من المهم جدا تخصيص هذه الأنشطة مثل تنس الطاولة وفقا للسن وقدرة الشخص، لكن باحثين حذروا في الوقت نفسه من أن القيام بأشياء كانت صعبة للغاية أدى إلى شعور سيء لدى هؤلاء الأشخاص. أما الآن فمع أحوال الطقس. ووقفة أخيرة مع فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا رغدة، شكرا دينا، وأهلا بكم مجددا وأخيرا مشاهدينا، وهذه الجولة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة الرطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة الرطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة الرطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقع غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 35، الصغرى 25، اسكندرية 31-25، مطروح 30-24، بورسعيد 31-27، الإسماعيلية 36-24 وجوها حار. بالنسبة للسويس 36-25، العريش 31-25، طابة 36-25، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 38-29 وجوها حار. أما الأقصر 43-26، أسوان 43-29، الوادي الجديد 39-27، شلاتين 40-28، حلايب 36-27 وجوها حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. ختام نشرة التاسعة، هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز سير العمل في المحاور المرورية الجديدة على نهر النيل. مدبولي يؤكد أن مشروع القطار السريع يمثل نقلة نوعية لمنظومة النقل بمصر. تواصل أعمال اجتماع دول جوار ليبيا، ومصر تؤكد موقفها الثابت تجاه القضية الليبية. ختام نشرة التاسعة، ولكن التاسعة ما زالت متواصلة معكم، مع يوسف الفصيمي. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا رب؟ عاملين ايه؟ تمام. ايه؟ يعني الحقيقة بمناسبة متابعة الرئيس السيسي النهاردة للموقف التنفيذي لشبكة المحاور والطرق الجديدة على مستوى الجمهورية، فإحنا الحقيقة بنفتخر بالتطور والإنجاز الكبير اللي اتحقق وبيتحقق في قطاع الطرق والكباري. التطور الكبير ده يعني اللي بيتواكب مع عمليات التنمية الشاملة في الدولة، واللي انعكس بالإيجاب على مصر في مؤشر التنافسية الدولية في مجال الطرق، واللي خلى مصر تقفز من المركز 118 للمركز 28. بص يا رغدة، في ناس كتير جدا لما تحب ما تلاقيش في الورد عيب، فتروح تقول لك هو كل حاجة الطرق والكباري، كل حاجة الطرق والكباري. لا يا سيدي، هو مش كل حاجة الطرق والكباري، لكن ليه بنتكلم عن الطرق والكباري كتير؟ لأنه بمنتهى البساطة أي حد هيفتح كتاب كده 101 اقتصاد، مبادئ علم الاقتصاد، هيبقى فاهم أنه من غير منظومة طرق متطورة يبقى مفيش اقتصاد. الطرق والكباري ووسائل النقل المختلفة، القطر السريع وخلافه، دي كلها شرايين تمد ما بين المناطق الصناعية ومناطق الاستهلاك ومناطق إنتاج المواد الخام إلى آخره. بتخدم ده كله طبعا. يعني يوسف، يعني أنا تخيلت وأنا بقرأ النشرة أن في الخبر معانا مشروع القطار السريع هينقل مصر نقلة نوعية. تخيل مصر بعد القطار السريع شكل الطرق هيبقى ازاي؟ المشاوير هيبقى مدتها قد ايه؟ انت ممكن تروح مثلا مشوار تاخد وقت مثلا ساعة او ساعتين، تخيل بقى بالقطار السريع ممكن توصل لمحافظة تانية او لمدن تانية او اماكن تانية في وقت قد ايه؟ هو من اقاصي البلد من اولها لاخرها، من مشارقها الى مغاربها. يعني حاجة نبسط الموضوع جدا، الجسم في مجموعة من الاعضاء الحيوية جدا، اكيد القلب، البنكرياس، الكبد الى اخره. حلو كده؟ طيب هم هينفع يشتغلوا من غير الأوعية الدموية، أوردة وشرايين؟ هي الطرق والكباري هي الأوردة والشرايين بتاعة القلب وبتاعة الكبد والبنكرياس بتاع الاقتصاد المصري، بتاعة إنك تعمل مصر، تبني مصر، تغير وش مصر. هنبني اقتصاد ازاي من غير منظومة واسعة جدا ومتطورة جدا من الطرق؟ كان زمان المستثمر لما بيجي وهو بيعمل دراسة الجدوى بتاعته، فبيجي يبص يلاقي نفسه أنه هو قاعد في منطقة ما هو بعيد عن أي حاجة، بعيد عن مواد الخام، بعيد عن مناطق الاستهلاك، تكلفة النقل فيجي يقولك أنا هعمل هرص في طريق مش عارف كيلو ونص عشان أوصل لأقرب مش عارف إيه، فيحطها عنده على التكلفة. فتلاقي بعد كده المنتج بالنسبة له لازم يبيعه بسعر أغلى طبعا، أو أنه يحجم عن الاستثمار أصلا، يقولك طب ولازمتها فيها صعوبة. أكيد بس طبعا. فاللي بيتعمل أو اللي اتعمل خلال السبع سنين ده فعلا مهم. يعجب بقى الناس اللي عايزة تطلع في الورد العيب، ما يعجبهمش، الناس دي مش هيعجبها العجب. لكن خلينا إحنا الناس اللي عايزة تفهم بمنتهى البساطة تشوف الواقع على الأرض دلوقتي. بس اللي عاوز يفهم هيفهم. فده اللي احنا بنقوله له، هو كده، دي أوعية دموية، دي أوردة وشرايين عشان احنا كلنا نعرف نشتغل، وبعدين تكتر بقى الفلوس في ايدينا مش عارفين نعمل ايه. نقدم فقرات التاسعة اكيد مهمة جدا، والنهاردة مجموعة من الأخبار المهمة ان شاء الله طبعا هتستعرضها بشكل وافي، وننضم لصفوف ان شاء الله بالتوفيق. النهارده كمان معانا هيفا وهبي. ايوه اكيد المشاهدين منتظرين. التسعه بيتغير، انا ما اقولكوش احنا قاعدين. ايوه
شكرا ليك وشكرا يا رغدة، شكرا يا دينا، وشكرا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.